بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. طبعا بهذا الفيديو نقلنا لكم مقتطفات من الحياة اليومية بدار مصطفى بمدينة تريم بشهر رمضان المبارك. نال اعجابكم هذا الفيديو والذي صورناه، ولا تنسونا من دعواتكم، واهلا وسهلا بكم بفيديوهات جديدة. محبكم يوسف شيخ عبد الله السوري، مدينة تريم الغنا، روحانية المكان وصفاء الزمان. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. مثل قولهم هذا، قال إبليس، تصور بصورة سراقة بن مالك المدلجي جاي إلى قريش وهم خارجين لقتال النبي في يوم بدر، وبعدين خافوا من بني مدلج من وراهم، بينهم وبينهم حرب، ويقولوا لا يستغلون الفرصة، نحن نروح نقاتل محمد ويجون هؤلاء من ورانا. تصور بصورة الرئيس حقهم زعيم بني مدلج سراقة بن مالك يحييهم يقول أنا وقبيلتي من ورائي رد لكم ضد محمد هذا، روحوا وأنا معكم، ولا غالب لكم اليوم، الناس ما حد بيقدر عليكم اليوم، كل القبائل ما حد بيقدر، أنتم ونحن معكم ضد محمد هذا، ولا يقدر عليكم أحد. وإذا قال لهم يقول زين لهم الشيطان وعمله، وقال لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم، وخرج معه صورة هذا يمشي معهم ياكل معهم فرحوا إلى يوم المعركة، ويشط الخبيث، وإذا جبريل نازل وملائكة يشرد يهرب. يا مالك مالك يا إني أرى ما لا ترون. روح قال سبحان الله زين لهم الشيطان وعملهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وجعلنا في خواص الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا وخلات قيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصطفى. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Thank you.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله المؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. ربنا مزارق المحبوبين من عبادك وأجدادك وجميع شؤون في ربه مع الحمل منك لجميع مزارق مساعدة واختبارات وتبعت عنا وصلح شؤون الأمة أجمعين وكشف عنهم الغمم وكشف عنهم الظلم وادفع عنهم وعنهم الهم والغم وعامل بمحض جودي والكرم بسر الفات إلى حضرة النبي الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله واليوم الآخر عادل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ان الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم ظالمون. وقاتلوا فجرهم الله وقاتل النصارى المسيح ابن الله ذلك كلهم بافواههم يضاهون كل الذين كفروا من قاتلهم الله عنا ينفقون. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جعل كل قلب من
فصححت هذه سماوات القلوب لقد صحت سراه أرواح الملائكة روحت كل خير أعطنا برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الرحيم بلا رسول في الكريم وعلى سيدنا محمد وعلى منكم كل أحد من المؤمنين أفضل الصلاة وأزكى التزكية الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيخنا وارحم علمينا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وارحم ذنوبنا من أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا وارحم ذنوبنا من أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا وارحم ذنوبنا وارحم ذنوبنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرك بغيش عمو ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من شرك بغيش عمو ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من شرك بغيش عمو ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. رضي الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم رحيم الحمد اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا والديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبيرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الرفيع الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين ولو من الذاكرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إنا ربنا حميد مجيد الحمد لله الذي حمد بالكتاب نفسه الحمد لله نفسه بالحمد كتابه الحمد لله تخلص الحمد لنفسه الحمد لله جعل الحمد دليلا على طاعته الحمد لله ورضي بالحمد شكرا له من خلقه الحمد لله الحمد لله بجميع محمد المجبة المزيدة المدة الحق المقدمة عند المرضية له الشافع لأمثالها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها محبوبة في منازل جنان نعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم ربنا يرقب على مراتب التدني من جبنا الكاس الهنية بمصرك ما تأيب في الصحة والنور المجمعين في البلع النور المجمعين إلى حضرة النبي محمد. اللهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.